شوف الإطار التنسيقي إلى الآن يعني هاي المشكلة لكيفية التعامل مع الإطار التنسيقي. أي. هم يستخدمون وجهين، الوجه الأول الوجه الرحيم، والوجه الثاني الوجه الشرير. زين. الوجه الرحيم مخلين به سيد هادي العامري. اي هالثاني حبيت. اي والوجه حبيت الثاني هذا اللي ايه؟ اللي يصير به خشونه وتصعيد اللي وكذا هو سيد نور المالك نور الشيخ المالك. قيس ايه؟ والسيد عمار ايضا الوجه الخشن يعني اللي به تصعيد اللي به عناد. نور المالك اي ممكن به عناد. لا الشيخ قيس بنفس اليوم اللي صارت به مجزره الخضراء. ايه؟ الشيخ قيس لا الشيخ قيس اسمحي لي لا هذا بعد تغريده الصدر ايه؟ الثانيه اللي قال بها وصف بعض الاوصاف مو زين اي اللي انا ما احب اعيدها جيد اي فالشيخ قيس ادرك تماما بان كثير من الاخوه قالوا ان وزير القائد هاي صفحه وهميه ولا تمثل الصدر لكن الشيخ قيس كان اذكى من الجميع لان هنالك رساله ضمنيه داخل هذه التغريده الشيخ قيس هو يعرف منو اللي كاتب هذه التغريده او منو الشخصيات اللي كتبوا هاي التغريده زين. فبالتالي تعاطي الشيخ قيس كان ذكيا ومعبر ان هذه الصفحه هي صفحه تدار من قبل فلان مزاج اللي هو عرفه يعني يعرفهم